الأرض هي اللي تربي الناس، لأن تكبرنا توكلنا وغدوة نرجعوا لها، غدوة نرجعوا لها، لأن هي أم المؤمنين ما بين قوسين. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي. وسجلنا عملية كذلك بالنسبة لإعادة الاعتبار الفقاقير. خصنا نسجلوا ونزيدوا سجلناكم ميزانية لاباس بها باش نزيدوا نساعدوا الفقاقير. ماينه كان لا سلام لا كلام لا والو، كوبي الحاله تي سويت غير الخير سيما. ما تهترش معايا. الجزائر عن قريب راح ترفرف في الوحده او المركز الدولي للابحاث الفضائيه مع الامريكان مع اليابان وما أكبر دول في العالم. شوفي خالتي نفهمك، بنك هذا راهو موش تاع سبيطار الأول، ثانيا عنده واحد الحية الله ينجينا إن شاء الله يقولوا لها البارانوياك، ثالثا يلفوت تديه لولاد خيرة يقطعوا له، عندك بيتي تريدوا له زوج حبات تاع قمح في خيط ويعلقوا له ما في وذنه. درك التنسيقية بيناتنا درك كيفاه تجي؟ أنا ندبر راسي ترقد وخلاص. بارك الله كيفاه؟ الله يصفر وجهك ان شاء الله. جاش هكذاك كان 13 حنا ولينا دخلنا معاه ولينا 14، هو غدو يمد التفاصيل. ما جاش هكذاك، هادو الشباب الجزائري شباب هاد الامه، سياسه الدوله اللي استثمرت في تكوين الجزائريات والجزائريين اللي وصلنا النتيجه هذه، وعلى بالي راح نوصل الى نتيجه اكثر في المستقبل، حبه من حبه وكارهه من كارهه. شوف البلاد كيفاش راهي، انا شفت البلاد دروك، انا هاي كل البيع. انتم تدرقوا عليا، درق عليا انت وتجي هنا يا سني يا سي مخلوف، البلاد راهي مليحه ورانا وصلنا المستوى وصلنا وكذا وكذا وكذا، وصلتوا للزيرو. هاي وصلتوا لي انتم خداعين منافقين. بطل افريقيا هو عبد الملك سلام. اسمع سي بركات، بركات حشمنا ما حبيتش تحشم على روحك، خفنا ما حبيتش تحشم، شهدنا ما حبيتش تحشم، وتوزي ها واش نضرب ضدك الشاب وانت غير تسمع. نحلوا المشاكل تاعنا بالعقل بالتي هي احسن. تحب تخرج للشارع خرج في اطار قانوني، تحب تسبني سبني. راني عينيك نقلعهم لك، انا نجبدهم لك. تروح ولا نجيك؟ نجيك اروح نقول نصرف قهوه زوجك في الارض بالك. سمعت هذا يجعلنا ان نواصل مكافحه الارهاب. وفوطاتك ذا